الوضع الاقتصادي بكل الأحوال أتعب الناس يعني بشكل كبير جدا، والحمد لله يعني رغم كده الناس متعايشين، ولكن بطريقة متعبة يعني بطريقة الناس في حالة يرثى لها. بأرواح منهكة عاش كثير من اليمنيين عيدهم الذي أصرت الميليشيا للمرة الرابعة على سرقة أيامه من أعمارهم، عيد مرت أيامه دون معانيه، فالأسواق التي كانت تعمر بيوتا وتحيي نفوسا صارت تشكو الفراغ، حتى سوق الماشية هذا عادت منه كثير من المواشي إلى مراعيها التي جاءت منها، وهي التي كانت إذا جاءت لا تعود، كما أصبحت ملابس الأطفال هذه داخل أغلفتها، وهي التي كانت تمتلئ بأطفال يعيشون البهجة وينثرونها كالحلوى والألعاب. البيوت التي كانت عامرة تستقبل الزوار أقفلت أبوابها أو سقطت أسقفها، والسكان ما بين نازح محتاج أو منتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. أجواء العيد هذه ليس كالأعياد الماضية الذي نقضيها مع الأهل والجيران في بلادنا، والأوراق النقدية التي كانت تبهج العيون اختفت، وتناول الموظفون المحظوظون أوراقا رثة ومهترئة، بينما مر العيد على آخرين ينتظرون رواتبهم على أبواب مكاتب البريد، وآخرون ينتظرون أقاربهم على أبواب السجون. الأرحام اللواتي ينتظرن الزيارة من أقاربهن سيطول انتظارهن هذه المرة. الأربعين ألف جيوبنا فاضية، أولادنا بلا مصاريف، كل يوم نقول لهم بكرة بعد بكرة بعد، نحن نطلب على الأساسيات لأولادنا، ما نطلب اللي المستحيل. 40,000 فين بيصل؟ ناس في عيد وفي وضع مزري، حرام عليكم. إلمتى الوضع الحال هذا يتم على كذا؟ باطل والله باطل. ومن يدري كم سيطول الانتظار، فمن لا تحرمه الحرب والسجون من حقه في الحركة والتنقل تحرمه قلة ذات اليد.